في هذا الفيديو غادي نشوفو الجزائريين وتوانسة كيهضروا على دنيا المسجونة في الجزائر. مهم بلا ما نطول عليكم تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. بلغتنا دنيا اللي تحكمت بعام في الجزائر. نحب نقول كلمتين خفيفة نظاف باش نفهموا الحكاية. رينا التحرش اللي صار من قبل زوز الجزائرية كانوا في حالة غير طبيعية. ماخذين دويات ظاهرين حاجة منتشرة في الجزائر، الفلاكة والليريكا والدويات هذوكم الكل اللي خرجوا من المخ. ثاني حاجة الحكاية ذي عبرة الكل طفلة باش تمشي للجزائر، راهو ممنوع عليك دور في الليل، ما تدورش في الليل، الجزائر ما عندهمش نوسيون دور في الليل، كل بلاد ورطالها. اختيرة في الليل بالنسبة للبنات، راهي الدولة ترحب بيك آمنة عباد رجال فيها، أما بنات في الليل وتطيح مع عباد ماهمش في حالة طبيعية تصير هكا تحرش. ماكش في النرويج وماكش في فرنسا وماكش في لانجلتير باش تصير لك حاجة تهبط ستوري، راك الجزائر. حرية التعبير مش كيما تونس كيما الجزائر كيما دول أخرى، تتغير. تصير لك حاجة تحرش تهز روحك من يتعامل تروح لبلادي تتكلم ما تسبش دولة كاملة ما تعممش كما في تونس عندنا برشا جزائرية خالفوا القانون وفي الحبس التو الاخر نطلبوا من السلطات الجزائرية اللي تاخو حق دنيا اللي تعرض للتحرش واللي ريناه مالها الا مسكينة امرأة خافت ناخذوا سيدة الحيثية تاع الحكاية عمل فيديو خايفة تعرض للتحرش مرتين افتحوا بحث وتحقيق وخذوا لها حق وكل واحد ياخو حقه وما فما حد فوق القانون. السلام عليكم. هي نورمالمون ما كانش انثى ما كانش امراه ما كانش بنت تقعد في الجزائر، ماشي حتى انت ترفدي كافتك وتروحي تزوريها. يا ما تروحوش الجزائر، لا جزائريات ولا غير جزائريات. ها راهي البنت التونسيه دنيا راهي مقيوسه دروك في الحبس الجزائر، محكوم عليها بسنه سجن غرامه 30 مليون سنتيم باسكو الا ديسيدي باش تهضر على الهارسيلمون سيكسويال اللي تعرضت له في الشوارع الجزائريه من مراخص جزائريين حاشا رجال حاشا رجال جزائريين. السلطات الجزائرية تاعنا مراخص ويقفوا مع الرخص. علاش ما تقولوش باللي وي عندها الحق باش تبوستي حاجة باسكو راح تشكات عند لابوليس وما داروا والو. علاش تخبوا زعما نسى الجزائريات ما همش يتعرضوا للتحرش الجنسي في الشوارع وفي أماكن العامة وفي أماكن العمل وفي المستشفيات وفي كل مكان راي باختو. حتى لوين تقعدوا تقعدوا تخبوا على من حابين زعما باش الجزائري يبان بلي هو رجله احنا ما كاش لي كيفنا احنا الاخلاق وحنا نو نو رانا عارفين بليكم تكذبوا على رواحكم رانا عارفين بلي الجزائري ما كاش ليه حمله لا في بلاده لا برا كلي ماشي مربين كلي ما عندهم والو الوغ هاد البنت باش تحملوها المسؤوليه وتخلوها تبان بلي زعما هي اللي حقرت وهي اللي شوهت السمعه نو نو راكم تكذبوا. نورمالمون الانسان يستعرف بالغلطه تاعه ويقول وي احنا ما عندناش مراقبه احنا ما خدمناش خدمتنا سي بوغ سا راه حتى تهضر في السوشيال ميديا باش تنبه الناس وتقول لهم يا ودي انا ما ديتش حقي. علاش الحقره؟ يعني شيء مؤسف وانا جو سوي سيغتان بلي هذه ثاني هي تصرى للنساء الجزائريات اللي يروحوا يشتكوا على بالي بلي كاين لي راه يصرى لهم نفس الموقف يروحوا عند لابوليس ولي جوندارم وما يديروا لهم والو ويخافوا باش يهضروا باسكو كان يهضروا السلطات الامنيه الجزائريه تتعامل معهم بهذا الشكل. علاش باش يقعدوا ساكتين باش يقبلوا الدل والحكره؟ يا اخي مراخص يا اخي. جيت نهضر على هذيك التونسيه الدنيا اللي عطاوها الحبس عام تاع حبس في لاجيري في لاجيري خرجت توانسه قال لك علاش وقالت مالغري حنايا ولاد بلادنا ثاني كراهم في تونس في 5 سنين 6 سنين 7 سنين مازالهم في الاخر ما كاش واحد هضر عليهم بون باش وحده ما تحترمش نفسها وتجي للبلاد وبلاد القانون وبلاد الحق وتعاير مام انا يا ولا اي ولد بلاد ولا في لاجيري عاير يطبق عليه القانون كيفنا كيما اي براني يدخل لاجيري صافي دير بارتي من تونس تونس هي تجي لاجيري تعاير هي تي تونسيه اللي ما ديروا لك والو نو عاير تي موظف وتكون موظف بوليسي تهمتيه باللي تحرش بيك امبوسيبل باش يتحرش بيك بوليسي ولا يتحرش بيك جوندام امبوسيبل امبوسيبل ما كاش منها وين مشي قال زعماك برا حكمك ولا رحتي شكيتي باسكو قابروك مام في تونس يقابروا علاش ما تقابروش في تونس زعما خرجوا كاع فيديوهات هما ما تقابروش ما عندكمش نساء ما تقابروش هما بالنقاب وبالاسلام نيشان عندكم انتم في تونس بس ما تقابروش الوغ انت تهمتي موظف باللي تحرش بيك وكاع طبق لك قانون عطاوك عام تاع حبس وهادي اي انسان يبغي يجي لاجيري مرحبا به فوق الراس والعين مرحبا به فوق الراس والعين اي بلاد
يجي مرحبا به فوق راسه العين. مشى ولا يحترم نفسه، نحترمو كيما حنايا رانا كي نكونوا في بلاد الناس نحترمو نفسنا باش الناس يحترمونا. ما نحترموش ديك البلاد وما نحترموش ديك القانون تاعها وشعبها، اللي يطبق عليك القانون كيفك كيما كاع الناس. الو خطونا من الدراما وخطونا من هذيك الحاجه، هذه انسانه جات ما احترمش نفسها، اتهمت بوليسي وبولي وفي في وقت الخدمه تاعها طبق عليها القانون. هذه يا خوتي الاعزاء، والله جيلي ثاني شابه وبلادنا ونبغوها ونموتوا عليها وخيمه في 77 الف بلاد. السلام عليكم. تعاركوا الاخوات جد على المهبولات، سبني ونسبك، انتقدني وننتقدك، لكن في وقت الرسمي الناس الكل فزعة مع بعضنا. في وقت الجد ما نلوحوش بعضنا ما نعطوش بعضنا. هذا التونسي الصحيح، هذا التونسي الأصيل. في بالي كلنا سمعنا بموضوع البنية اللي مشات للجزائر اللي تبولدوا عليها زوز جزائريين ومشات تبلغ في السلطات متاعهم، قالوا لها من نجم ونعملوا لك حتى شيء. هبطت فيديو على حسن نيتها تتكلم، قالت يا توانسة ما تجوش للجزائر، راهي بلاد ما هياش امنة، ومن حقها تقولها من الكلمتين هذوما وقت اللي هي في بلاد ما هياش بلادها والامن متاعها ما حماهاش. قامت السلطات الجزائرية بالقبض عليها والحكم عليها بعام سجن. هم يجوا لهنا ويدخلوا خشومهم في الانتخابات ودخلوا خشومهم في المسيرة متاع الانتخابات، لمن راقب لمن يحاسب. هم يجوا لهنا ويطلعوا في المكروت رتوار وينقضوا في البلاد وينقضوا في العباد، لم اللي راقب ولم اللي حاسب. توانسة الناس كنا نبرتاجوا الفيديو والناس كنا نتكلموا عليها ونوصلوا لها الصوت للسلطات المعنية بالأمر باش ينظروا في شأنها وباش يتكلموا عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. تصور أنت في صفاقس وتتشد في حبس في تونس، تخيل والديك ماشي عانوا في جرتك، خلي هذه الطفلة في حبس في بلاد ما هيش بلادها، شوف والديهاش باش يعانوا. راه ما حطوش الطفلة في الجزائر، راه متعدوا على بلاد كاملة. والله بالنسبة لي انا اعتبارها حطوا تونس في الحبس، اقسم بالله العظيم. توانسة راهي غادة تكون ديك العاهرة هذيك اللي دخلناها للحبس. سبت الجزائر، جات للجزائر، سبت الجزائر، عايرة الحكومة الجزائرية، عايرة الشرطة. هذه في اي بلد، في اي بلد يصير لها كيما هكا؟ هذه في تايلاند وكاع يحكموا عليها بالاعدام. هذه عاديه، هذه تجي تسب بلاد ومنك هذا يدخلوك. سمى هذا العائره، هذا الدربوكه، هذه غادتكم راكم هايجين وكاع. وحنا 199 واحد شاب جزائري راكم مبلعين عليه في السجون، في السجون، وعاطينهم تهم تاع ارهاب وتهم المؤامره على الحكومه التونسيه باي دليل، بدون اي دليل مذكرين فيهم. ورغم الجزائر وقفت معاكم وقفات رجوليه. ما تعقلوش نهار اللي عطيناكم الاكسجين وكاع، نهار اللي كنتم باغيين تموتوا بالكورونا. ما تعقلوش على 300 مليون دولار اللي مديناه لكم هكا باللوجي، وازيد 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 وازيد. علاش هذا النكران للجميل؟ شيال ولا شكون الايادي اللي راه يتحرك فيكم؟ رانا نشوفوا في لي لايف وكاع، مع من راكم تطلعوا؟ ساين سيتو؟ نسيتوا الخير تاع الجزائر؟ نسيتوا الرأفة والخارجات الرجولية وكاع؟ للأسف طبعا. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر، وترقبوا في الأيام القادمة إن شاء الله شنو غادي يصير. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتار. تهلاو.